الهدف اللي احنا كنا رايحين للمغرب يا كابتن سمير؟ لا الحقيقه خلينا في الاول بس اكبروا نقول هارد لك النادي الاهلي على الاداء الراقي اللي اداه في مباراه الذهاب ومباراه العوده. تمام يا كابتن. طبعا برضو كل روح رياضيه بتقول الف مبروك للفريق الجديد. حقيقي مبروك ليهم طبعا. يعني بس الناس ما تقولش لا احنا ناس محايدين وناس طبعا منافسه مش اخفام ومش عداوه. صحيح. الناس لازم تفهم كده النادي الاهلي منافس شريف لكل الفرق الافريقيه والمصريه. انما ناس ثانيه بتاخدها بقى العداوه لازم المح النقطه دي اكن النادي الاهلي خسر كاس العالم للانديه خسر دوري وكاس وافريقيا مع بعض الحافظين ظهروا طلعوا على الساحه دلوقتي واحنا نتمنى ان احنا نثقف نفسنا نتعامل مع بعض افضل من كده داخل كره مصر العربيه. تمام يا كابتن. نقطه مهمه جدا. تمام. النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها النادي الاهلي هيفضل النادي الاهلي هو الافضل هو الاحسن من حيث البطولات والاهلي فوق الجميع كلمه مش من فراغ. انا نزلت على صفحتي النهارده يا كابتن فاروق النادي الاهلي قادر ان هو يرجع لو خسر بطوله يجيب وراها 10. ده يعني احساسي وثقه لعيبه النادي الاهلي الجهاز الفني وجماهيره العظيمه اللي ثاني يوم الخساره شوارع مصر كلها بتقول فريق كبير فريق عظيم. صح يا كابتن. يعني كل ده لازم يعني انقلهولك واحللك الصوره دي الحقيقه مشاهدي قناه الاهلي وجماهير النادي الاهلي ومحبين النادي الاهلي في جمهوريه مصر العربيه وفي مصر كلها. طبعا يا كابتن حاله حزن عند الجماهير وده وضع طبيعي انت بتخسر بطوله افريقيا كانت في ايدك بشكل كبير ولكن طبعا هي دي كره القدم اللي انا بتكلم عليها لكن انا عايز اكلمك في الجزء الفني كابتن سمير من وجهه نظرك في هذه المباراه. لا من وجهه نظري المكسب وخساره اخطاء تمام في اهداف يبقى في اخطاء الاخطاء الفنيه تملي الشاطر والجدع اللي بيستغلها ان واحد دفاعيه بالاخص بيقدر يسجل في السلم الهجومي بهدف ده بيبقى لعيبتك دي رقم واحد كوره معروفه يعني صحيح اخطاء والفعل النادي الاهلي كان عنده اخطاء في مباراه الذهاب ومباراه العوده تمام اخطاء من واحد دفاعيه اكلمك في مكان انا بقى الاخطاء واحد دفاعيا من سعد السفير من رامي من فتحي من محمد هاني واحنا طبعا بشر بنغلط وضع طبيعي تنهى المباراه الذهاب كل جماعه الفرقه دي مميزه في الكرات العرضيه الكره الوحيده اللي بيلعبوا عليها الماتش الذهاب هي الكره العرضيه اللي جابها 10 في الشرط اللي قطع خطوتين قدام سعد السفير صحيح سعد السفير معاها يعني ببطء شويه ما كانش في تركيز ما كانش في رقابه دفاعيه دخلت الماتش الاولاني بقيت المباراه وان سايد جيم الفرقه بتلعب تنظيم دفاعي على اعلى مستوى مفيش بعد كده تخرج من واحد دفاعيه النادي الاهلي ضيع فرص الاهلي كان مستحوذ بعض الفترات ماتش الذهاب كان وان سايد جيم في برج العرب شفنا اهداف والحكم وسيم الاثيوبي تغاضى عن ضربه جزاء صحيحه النادي الاهلي عانى وهيعاني من التحكيم يعني في الماضي وفي الحاضر وفي اي وقت النادي الاهلي قدم شكوى للاتحاد الافريقي ضد التحكيم خد بالك محمود طاهر قدم يعني تقرير او مذكره للاتحاد الافريقي ضد التحكيم عمليه واضحه جدا تيجي مباراه العوده مباراه العوده في ملعب محمد الخامس في المغرب الدار البيضاء فرقه كويسه وفرقه محترمه لكن فرقه الوداد ما راحتش ولا هدف منظمه على النادي الاهلي. سوى الهدف اللي جابه صحيح طبعا وليد الكارتي. وليد الكارتي كره عرضيه نفس الخطأ اللي جه فينا فاروق مباراه الذهاب. صحيح. برضه من ناحيه الشمال المره الاولانيه من ناحيه معلول المره الثانيه من ناحيه حسين وقع عليه السوليه يترقص اشرف الشرط يرقصه طبعا ما فيش طبعا ربط مع شريف اكرامي يطلع ياخد العرضيات طبعا شويه ونفس الشيء محمد هاني واحمد فتحي في بابا ووليد الكابتن رجع طبعا عملها اثناء المباراه النادي الاهلي كان افضل في مباراه برج العرب بامانه يعني النادي الاهلي كان افضل من حيث الاستحواذ وحيث الالتحامات الهوائيه والمان تو مان واحد ضد واحد الحاجات دي كلها خلي بالك فاروق المدير الفني يشوفها كويس قوي او لعيب كوره
اضافه طبعا لضرب الجزاء لوليد اطار وسيتيلي مؤمن زكريا سيتيلي اطار. انت لو ربنا كرمك في فرصه مؤمن زكريا الاول خلاص اتفضل. طيب كابتن سمير، يعني انا بس انا هحاول اكلم حضرتك تاني لان واضح ان الصوت مش مظبوط، يعني نحاول يا جماعه نكلم كابتن سمير لان انا الجزء الفني مهم جدا معايا، لان احنا يمكن فقراتنا النهارده هيكون طبعا مع كابتن ناصر عباس ثم طبعا استاذ محمد صيام واستاذ ايهاب الفوري عن الصحافه ورايهم في المباراه، لكن الجزء الفني انا محتاج اخده من كابتن سمير كمونة دلوقتي في التوقيت ده. لكن خليني اقول لكم كابتن سمير بيتكلم على برضه نفس الاطار اللي انا بتكلم فيه، هو ان انت في مصر هنا او في استاد برج العرب كان ممكن تقدر تهدف بشكل كبير ولكن عندك عدم توفيق. هناك رحت هجمت من اول دقيقه، على فكره كل الناس تفائلت بشكل كبير جدا مع اول سنتره او اول ما الاهلي سنتر وفي هذه المباراه في استاد محمد الخامس، والشكل الفني بالنسبه لفريق النادي الاهلي واضح انك هتكسب، ولكن انت لم تنتهز فرصه انك تروح وتحرز هدف، ضيعت هدف لوليد ازارو برضه، اعتقد الهدف ده برضه في حد ذاته كل ما انت بتتاخر في احراز هدف كل ما الفرقه اللي قدامك بتعلى معنوياتها، وده اللي حصل بعد ما ضاع هدف وليد ازارو، شفنا فريق الوداد بيتماسك بشكل كبير وبيبتدي يهاجم. كابتن سمير اتفضل. كابتن سمير يا فاروق بكمل لك، انا سامعك بتتكلم من الناحيه الفنيه كويس جدا، فعلا سجل الهدف الاول بيهمد الفرقه اللي قدامه، بيعرف يستحوذ، بيعرف يمسك زمام المباراه، وده بالفعل كان المفروض النادي الاهلي يعمله. اهدار الفرص مشكله النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، وليد ازارو، مؤمن زكريا، وليد سليمان، عبد الله السعيد، اجايه، كل اللعيبه اللي بتروح على الجون واللعيبه اللي بتلعب تحت الفراوده لازم يركزوا اكتر من كده شويه. انما انا عايز اقول لك المباراه كانت حلوه من جانب النادي الاهلي، برضه فرقه الوداد لازم نتكلم عشان اشقاء المغاربه تملي لما بتكلم بيطلعوا يشتموني على المواقع يقول لك انت متحيز زياده عن اللزوم وانت ما بتعترفوش بالهزيمه. لا انا احنا بنقول لكم مبروك، مبروك صحيح. النادي الاهلي من وجهه نظر انا كراجل لعيب كوره قديم وراجل مدرب، انا بقول لك النادي الاهلي كان افضل، وشوف المباراه، شوف المباراه الاستحواذ بدون قطع كلامك كابتن سمير، يعني حسين عموته لما بيطلع بيقول هو الافضل، فهو بيتكلم الافضل تكتيكيا وليس الافضل في المباراه، يعني هو تعامل بشيء ما عملش تكتيك خالص يا فاروق. لا هو يعني ده كلامه بس، يعني عشان نبقى بس الناس فاهمه. محترم لما بنتكلم على كلام واحد بنحترم كلام الناس كلها، لكن احنا كمان لينا وجهه نظر. يعني ليه وجهه نظر ان هو امبارح بيلعب بطريقه دفاعيه بطريقه هجوميه، ده حقيقي. الماتش الاولاني كان بيلعب بطريقه زي الكماش كده في نص الملعب، خمسه حاطط خمسه في نص الملعب، ثلاثه اثنين قدامهم عشان يقفل الاتحاد ويقفل العرضيات عن طريق احمد فتحي ومعلول، وبالفعل هو ده اللي حصل. المباراه الثانيه ابتدى يعمل حاجه غريبه جدا، ما بيلعبش، بيلعب بدون راس حربه يا فاروق. يعني اللي انت مش واخد بالك منه هو بيلعب بدون راس حربه، بيلعب من على الاطراف العمق وقافل نص الملعب عشان يلعب على المرتده ويقدر ان هو يعمل عمليه الكماش اللي انا بقولها لك، ويستغل الكونتر اتاك عن طريق اشرف بن شرقي والكابتن. هما شاطوا شوط على شوط اكرامي، لا هما ما راحوش غير بالكره سواء بقى هنا او هناك، ما راحوش غير بالكورتين اللي راحوا جوه. احنا امبارح احنا ليا 12 كورن او 13 وليهم 7 6 يعني شوف نسبه الاستحواذ، شوف السيطره، شوف الفرص، الانفرادات اللي راحت، كل ده لازم نشكر اللعيبه. كل الكوره فيها اخطاء، انما لازم نشكر اللعيبه ان هم بيلعبوا بره ملعبهم. طيب طب سمير بس انا هكلمك على حاجه يعني مهمه جدا دلوقتي، الخطا اللي ممكن كانت تكرر في هنا في استاد برج العرب وتكرر ايضا في استاد محمد الخامس، الهدف اللي دخل فيك بنفس الطريقه، تمركز المدافعين يا كابتن، انت كنت نجم كبير في هذا المركز، يعني بتشوفه ازاي؟ يعني انا شفت احمد فتحي ومحمد هاني هم اللي كانوا مع وليد الكارتي، يعني حته او انا ما شفتش سعد سمير او رامي ربيعه موجودين، هم المفروض هم اللي في المنطقه دي هم اكتر يكونوا بيشاركوا في هذه الجزئيه. كابتن سمير انا معاك، بس انت لازم تتكلم على ليدر، ليدر او مايسترو في المباراه، يعني حسام غالي يعني حكايه. النادي الاهلي فقد 50 او 60% من قوته بعد رحيل حكايه، ده الامان بمنتهى الامانه. ايوه بس انت يا كابتن، ايوه اثنين منتخب مصر يا كابتن، يعني بنتكلم على سعد ورامي منتخب مصر يا كابتن سمير، يعني وبيلعبوا بشكل مستمر فالخبرات موجوده. واخد بالك؟ اللي انا عايز اقوله لك الحكايه دي يعني كان مسيطر وطبعا بيبدا الهجمه من ورا، بيلعب العالي اللي فيه واللي عليك، بيقدر يعمل ثقافه دفاعيه داخل 18 ليدر، بيعرف يتكلم دلوقتي مش ليدر في الملعب. احمد فتحي لازم يكون ليدر، موجود طبعا، عاشور مش موجود،
حسام غالي مش موجود، دي مهمه جدا. المفروض شريف اكرام في الكرات العرضيه يتكلم ويمسك الناس من قبل ما الكره تتلعب، لازم يكون في زياده عدديه دفاعيه ليك انت اكتر من المهاجمين. انت كنت 3-1 داخل ال 18 وداخل ال 6 يارد، لا شريف اكرام طلع خدها ولا رقابه وتفاهم ما بين احمد فتحي ومحمد هاني. ده هنا ده انا بقول لك دور بقى الليدر ودور الكابتن الفرقه والراجل المسيطر على المدافعين من ورا. المفروض السعد سمير يبقى في القلب، واحد يقابل والثاني يبقى ماسك، نمسك بعضينا الكلام، امسك تعالى روح شمال يمين، ده شغل المدافعين. التمركز الدفاعي داخل ال 18 والرقابه الدفاعيه مهمه جدا يا فاروق. انت بتقع في نفس الخطا في المباراه الاولانيه. يعني صحيح. الخطا هو ناحيه الشمال، هو نفس الاوفر، هو نفس الشخص. مش ممكن يا جماعه، بنتكلم مش عايزين يعني نحمل على اللعيبه اكتر من كده، لكن انت بتتكلم في اخطاء دفاعيه متكرره، عايزينها تبقى متكرره او مزمنه، لازم يكون فيها علاج، فيها تخصصات، فيها تمارين نتمرن عليها مان تو مان، كرات عرضيه، وده مش عيب ولا حرام، عادي جدا. صحيح. طيب كابتن المركز بيحصل فيه يعني صحيح. خلل وبيقدر انت تعيد تصنيعه. اكيد كابتن سمير. طب يعني ازاي نقدر احنا عندنا ان شاء الله بدايات خلاص بقى، احنا هنخش المارد الاحمر، هيخش البطولات مره اخرى، عندك مباراه تليفونات بني سويف ان شاء الله في كاس مصر يوم الجمعه، ثم بقى الدوري هيبتدي نشتغل فيه بشكل كبير، نخرج اللاعبين من الحاله النفسيه دي ازاي كابتن سمير؟ لا الاهلي طبعا مش بعيد عن المواقف دي، لعيبه النادي الاهلي عندها خبرات، لعيبه الاهلي عندها شخصيه تحب ناديها، وانا زي ما قلت لك انا كتبت على الصفحه بتاعتي ارض لك للنادي الاهلي العوده من جديد والعوده للبطولات، ما يهمكوش وانتوا رجاله، وطبعا نقف جنب بعض ونساعد بعض، اهم حاجه ان انت ترجع نفسك بسرعه، الناس المصابه ترجع بسرعه، عندنا ماتش التليفونات وبعد كده عندنا ماتشات في الدوري وعندنا ماتشات ان شاء الله ممكن يكون السوبر المصري نقدر نحرز بطوله ثانيه، يعني انتوا فريق بطولات ولازم ترجعوا نفسكم ثاني، تقعدوا مع بعض فريق كبير وعندكم جمهور طبعا عظيم بيشاركوا في اي وقت وفي اي حته وفي اي مكان. صحيح. انا مصدق ان جماهير النادي الاهلي يا جماعه نزلت الشوارع النهارده بتشجع النادي الاهلي في الشوارع، انا معايا فيديو فاروق والله العظيم الواحد ممكن يعيط لو شفته تعيط. لا طبعا جمهور كبير يا كابتن وورا فريقه، يعني ده الطبيعي يعني من جمهور النادي الاهلي. كابتن سمير انا بشكرك، ويعني اكيد هيبقى احنا مع بعض موجودين مع بعض، الجزء الفني كمان هنقدر نتكلم فيه كمان لما تبقى موجود معانا في الاستوديو بشكل افضل. كابتن سمير كمونة نجم مصر ونجم النادي الاهلي.